كده يا ابراهيم سعر لافضل لاعب في مصر؟ بص هو يعني متوسط ال لا اديني سعر ابراهيم شايف كده ان افضل لاعب في مصر ياخد كذا، اكتر من كذا يبقى ما بص يستاهلش. يعني افضل لاعب يعني من افضل يعني افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر تلاقيهم مثلا خمسه يعني 10 مثلا، قول مثلا اقل من 5 مليون ل 10 مليون، ده اعلى واحد. الباقي مع احترامي ليهم الاسعار مش الفلكيه كتير دول، ابراهيم لا في الوقت ده كويس. كويس. لا كويس بصراحه، كويس. يعني هو ده السعر يعني بالنسبه للنسبه والتناسب عن قبل كده. اما 20 و30 و50 و40 و50 وديشيليون والحاجات دي لا مبالغ فيها بصراحه يعني، بس هي دي سنه الحياه العمليه، ما هو اصلا هي الامور بتبقى نسبة اختلفت. وتناسب، يعني انا بالنسبة لي بورصة اللاعبين بتبقى على حسب امكانيات اللاعب، ولازم زي ما كنا بنتكلم ان في لازم تحديد من اتحاد الكورة ان انت بتعمل السقف لا مش معاك في دي، ككل اندية. لا مش معاك في دي طب ايه بصراحة. مش يعني انت مش معايا؟ ما انا مش معايا. ما هو اكيد طبعا يعني الدنيا سقف ايه؟ بتختلف، لكن قيمة لاعب موجودة بسعر معين وهو مش قد السعر ده، هي دي النقطة اللي بتختلف عليها او نختلف او صح بنتفق اكيد. عليها كلنا. هو بس متوسط السعر من 5 مليون ل 10 مليون يعني، اكتر من كده لا. الباقي اللي هم مع احترامي اللي هم اللعيبه اللي هي الاقل امكانيات اخرهم مليون نادي 2 الزمالك مليون. عمل كده، نادي الزمالك شاف ان محمود علاء مثلا كان اقل من 5 مليون، فابتدى يعوضه ويجدد له عقده ويمدد له عقده. ايه رأيك في الوضع ده؟ ده حاجه كويسه على فكره. يستحق طبعا محمود اكيد علاء؟ اكيد، لان هو ماشي في الفتره الاخيره بصراحه بعد تركيزه من الناحيه الدفاعيه هو ماشي كويس بصراحه يعني، هو حتى والونش ونفس في نفس الوضع برضو للنادي الاهلي يعني، ابتدى يبقى فيه تركيز. انا اول مره فتره بصراحه في الفتره الاخيره في الجزء الدفاعي سواء في الاهلي او في الزمالك شايفهم ماشيين بشكل هايل بصراحه يعني، هو سبب تفوق النادي الاهلي ونادي الزمالك في الفتره الاخيره هو الجزء الدفاعي. ما سيبك من الاخطاء الوارده اللي في الكوره، بس كتركيز من ناحيه دفاعيه لا ماشيين كويس بالشكل الاخير. الأندية الكبيرة ممكن تبيع أي لعيبة بعيد عن مصلحتها، يعني في قدام مصلحتها تبيع أي لاعب مهما كان اسمه، بص الأهلي والزمالك. الاحترافيه دلوقتي بقت اسهل شويه يعني، ممكن يعني ممكن يبيع لعيب ويجيب لعيب مكانه تاني افضل يعني، يعني الموضوع بقى اسهل دلوقتي يعني. انا ايامنا ما كانش الأهلي فيه الكلام ده. الاهلي ماله باعك من ناحيه؟ من ناحية إن هو كان تفاوضك مثلا معاك ما كانش بالشكل المطلوب. بص انا مش عايز اتكلم في النقطه دي، مش حابب فيها، بس يعني هو كانت التفاوض ما كانش ما مش زي دلوقتي يعني. في دلوقتي بقيت انت عارف ممكن تقعد تتكلم معاك ونتناقش ونقعد قعده تانيه، اما انت في الوقت اللي انا كنت بتفاوض فيه قبل ما امشي من النادي الاهلي اللي هو اقول دلوقتي، وكان كابتن اكرامي اتكلمت مع اسلام في النقطه دي، كان فعارف مع اللي هو اسلام صح. بيحطك قدام امرك، انت لسه انت ما عشت كنت معانا ولا لا؟ كنا في البرتغال ساعتها. ايوه مع مستر مانو وجوزيه. كنا ليه؟ لا كان مع اوليفيرا اوليفيرا. لا كنت انا امشي، كنت اللي انا هو امشي البرتغالي كان اسمه ايه اللي هو اوليفيرا. اوليفيرا ابو اوليفيرا. شنب. ايوه هو ده ابو شنب. بتاع الاكسجين ده. الله يمسيه بالخير طبعا يعني، من المدربين اللي انا تعاملت معاهم وليه احترامه وتقديره يعني. فانت لسه رايح معسكر يا دوبك لسه بنخش الاوضه، فيمكن انا اتكلمت في النقطه دي، كان كابتن اكرامي جه تفاوض معايا يعني، فقلت له يا كابتن ده لسه ما شمتش نفسي يعني. فطبعا التفاوض ما كانش حلو في الوقت دوت وبوظ الدنيا بصراحه.